عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار عاجلة، الفاف تواصلت مع زيدان للإشراف على الخضر. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وأهلا وسهلا طبعا بالجميع. أصبحت أولوية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حاليا لمدربي الفرنسي هيرفي رونار، وقد تواصلت مع وكيل أعماله. وقال الصحفي الرياضي مسعود علال إن المدرب رحب بالفكرة، ولكنه أشعر محادثيه بأنه مرتبط مع منتخب السيدات الفرنسي بالمشاركة في الألعاب الأولمبية 2024. وعرض رونار على الفاف أن يقود مباريات منتخب الوطني في شهر مارس وجوان بعد الاتفاق مع الاتحاد الفرنسي قبل أن يبدأ مهامه مع الخضر بشكل نهائي، ولكن الفاف رفضت هذا المقترح وطلبت منه أن يأخذ وقتا للتفكير في العرض ويرد عليهم بشكل نهائي خلال الساعات القادمة. من منطلق أن الاتحادية تريد الفصل في أمر المدرب الأسبوع القادم على أكثر تقدير. الفاف برئاسة وليد صادي تصر على التعاقد مع رونار من منطلق امتلاكه العديد من المقاومات، خبرة إفريقية مع لقبين، درب في الجزائر، تأهل مرتين إلى كأس العالم، قريب إلى اللاعبين وبيئتهم، فضلا عن عامل اللغة أيضا. وبحسب المصدر فإن المفاجأة أن الفاف تواصلت أيضا مع وكيل أعمال زيدان وعرضوا عليه الموضوع ووعد بالرد الليلة أو غدا على أكثر تقدير، ولو أن الصفقة صعبة جدا نظرا لتكلفة أجرتها الكبيرة، وإذا لوجوده في قلب اهتمام أندية كبيرة جدا. وحيد حيلوليزيتش صفقته مضمونة منطقيا لأنه بدون وظيفة منذ عام ونصف، فضلا عن معرفته بالجزائر والمنتخب وإفريقيا. وتواصل وسطاء مع المدرب البوسني وجسوا نبضه ووافق مبدئيا في انتظار تقديم العرض الرسمي في حال لم تتفق الفاف مع رونار. أما البرتغالي كارلوس كايروش فهو خارج القائمة لعدة أسباب تجارية لم تكن لعدة أسباب عفوا تجاربه لم تكن موفقة خاصة مع قطر وكولومبيا. هذه هي آخر الأخبار التي وصلتني الآن. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا.